الوقفة الثانية على هذه الآية يا أخوة، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هناك فرقة من المسلمين وهم التكفيرية والقطبية. هذه الفرقة فهموا جانبا من جوانب التوحيد، عرفوا جانبا من جوانب التوحيد، وهو ماذا؟ توحيد الحاكمية، الذي هو في حقيقة الأمر ضمن توحيد الربوبية، لكن جعلوه نوعا مستقلا بنفسه وغلوا فيه. فكيف يفسرون هذه الآية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ ما هو تعريف الطاغوت عند القطبية بل عند جميع الحزبيين وعند التكفيرية والدواعش؟ نعم أخي، الحاكم المسلم الجائر، الحاكم المسلم الذي لم يكن من حزبهم فهو ماذا؟ فهو الطاغوت. لذا إذا لما أرادوا أن يفسروا مثل هذه الآيات للناس كيف فسروها؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أدخل في صراع دموي مع الحاكم المسلم، أدخل في صراع دموي. ما دليلكم على هذا؟ دليلنا قول الله جل وعلا واجتنبوا الطاغوت. طيب من هو الطاغوت؟ قالوا الطاغوت الحاكم، هو الطاغوت. بينما التعريف الصحيح للطاغوت يا أخوة، كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود الذي تدعوه غير الله جعلته ماذا؟ جعلته طاغوتا أم لا؟ كل من دعوته غير الله واستغذت به وتوكلت عليه فقد جعلته طاغوتا، لأنك تجاوزت به حده، تجاوزت به حده. فلان الولي، فلان الصالح، فلان النبي لا يستحق أن يدعى وأن يتوكل عليه وأن يستغاث به، فإذا دعوته واستغذت به تجاوزت به حده وجعلته ماذا؟ وجعلته طاغوتا. فأنت يا من تدعو غير الله وتصارع الحكام وتنازعهم على السلطة، هل اجتنبت الطاغوت أم أنك تعبد الطاغوت؟ يعبد الطاغوت. لماذا؟ لأنه دعا غير الله. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، فمن يعبد غير الله ويصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اجتنب الطاغوت أم عبد الطاغوت؟ عبد الطاغوت. من معبود أو متبوع، كل من اتبعته على غير بصيرة من الله في الحق وفي الباطل، نعم جعلته طاغوت، جعلته طاغوت. سادتكم وكبراؤكم الذين تتبعونهم في الحق وفي الباطل، في الحلال وفي الحرام، فقد اتخذتموهم طواغيت. أو مطاع، كل من يحلل أو يحرم على خلاف شرع الله جل وعلا فقد جعل نفسه طاغوتا، واتخذ طاغوتا من قبل الناس وإن لم يرضى هو به، اتخذ طاغوتا وإن رضي فهو طاغوت في حقيقة الأمر أيضا. فهؤلاء القوم يا أخو قلنا كيف فسروا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت؟ فسروا الطاغوت بأنه هو الحاكم المسلم، ينبغي أن يقاتل وينبغي أن ينازع على السلطة، وحينئذ حققنا التوحيد.